السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناه وصفه افكار. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بالف صحه وعافيه. اليوم نهار جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الاكله اللي هي خفيفه سريعه التحضير، تقدم يعني كتحضر لكم في نصف ساعه. كتكون مكونين اللي هي البصله وصدر ديال الدجاج كما كتشوفوا مقطع طريفات صغار. بالنسبه للبصل درت هنا واحد جوج بصلات متوسطين، يعني درتهم شرائح رقيقه بصل. بالنسبه للتوابل عندنا هنا المطارد، درت واحد المعلقه ملعقه كبيره. هنا الثوم، درت جوج فصوص ديال الثوم، هذا ربع بقى كنخلط معاه، جوج فصوص ديال الثوم. عندنا هنايا يعني الملحه، البزار، سكنجبير اولا الزنجبيل، الخرقوم بلدي. عندنا هنايا الربيع بقى مخلط فيه المعدنوس والقزبور. المعدنوس والقزبور بالنسبه للاخوات اللي ما كيفهموش الدارجه، يعني من الدول العربيه الشقيقه، نتمنى انكم يعني كتفهموا، لانني انا ما نهضر بالدارجه واللغه العربيه شويه ما نقدرش نتوفق فيها. اللهم يعني راه كنهضر بشويه باش تفهموا، يعني باش يفهموا جميع الاخوات. عندنا هنا الزيت الروميه، نبداو على بركه الله بطريقه التحضير. كنديروا الزيت، المقله تكون سخونه، شعلوا ليها كتشوفوا، ديروا الزيت ونديروا البصل. البصله كما كتشوفوا كثيره، ولكن راه غادي يعني ما تبقاش كثيره، غادي تذوب. حركوا البصله، ما تخليوهاش تحرق، يعني نقصوا العافيه باش تنزل لينا البصله ما تبقاش هكا، عاد باش نديرو الصدر ديال الدجاج. طيوها بعد ما كما كتشوفوا البصله راه نزلات، يعني نقصتها العافيه باش تنزل بشويه وراها تحمرات شويه كما شفتوا. دابا غنديرو هذا الصدر ديال الدجاج، مطار كي كياخذ هذا الصدر ديال الدجاج وكيدير فيه هذه اللقامه كامله وكيخليوه حتى كيشرب اللقامه باش كيديروا مع البصله. انا جبت كل شيء مع البصله، نديروا العطريه كامله، نديروا الثومه ب خلطوا هادشي مزيان. صافي ملي خلطت هادشي كامل يعني شنو غادي غنغطيه بالعافية، ما تكونش مجهده باش ديك البصله والصدر ديال الدجاج يطلقوا الماء وكيطيبوا في داك المرق. صافي ومن بعد تلقاو منين يطيب نغطيو عليه العافية، تتكون ما تكونش مجهده، يعني غير تشوفوا المقله سخنه تنقصوا العافيه شويه تلقاو من بعد. خواتي كما كتشوفوا دابا ها هو من طاب، يعني ما كتبقاش المرق، كيبقى غير كتبقى البصله وليدان، يعني كتجي مجموعه وتجي لذيذه بزاف على هذا الشكل. هذا نزيدوا فيه واحد شويه زيت العود، كديروا شويه زيت العود، واحد معلقه ولا جوج معالق. شوفوا جربوا هاد الطريقه راه غادي تعجبكم مره مره، شي حاجه خفيفه هكا للغدا ولا العشاء. صافي دابا غادي نخليها تفايا اوكي. ديت نهائيا من طابت كتجي على هذا الشكل، هذا تجي لذيذه، يعني ما تبقاش فيها المرقه كما قلت لكم. تقدروا تخليوها حتى كتحمر مزيان، كترافقوها هكا مع لي بات، مع الروز، مع الفريت، على حسب شنو كيعجبكم نتوما. كتجي لذيذه كما قلت لكم، حمروه الا بغيتو تحمروه، الا بغيتو تحمروه يعني تخليو الزيت تكون كثيره كيبقى يتحمر فيها. وهذا هو الطبق ديالنا، نتمنى يعجبكم. يعجبكم اخواتي ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه. الا كنت اول مره كتشوف هذه القناه تشتركي فيها وتضغطي على زر الجرس باش يوصلك كل جديد. مع السلامه مع
وصفه جديده ان شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع.